بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودوادا علمي أونلاين أكاديمي. سيدوكلا كسودوادا علمي e-learning.com وها بلاتفورم كيني أنو تلاقلي إن الإكساميس كوكاشان سيدوكلا نا كورس ماتيريال كا أتكلم سودكتان وقدم بينا الوقتان نات باستين ينكر. إن سيدي أنصار شعري هو بيسيسكي كان كوري وحين بلون كودي بيشان ويب سايت كاس وحين مدرس ويني إن مهم بدأ ويو جديد ووين نحوي إنه أرتبوس قيمة يو إنه وحي فهمي ينكر عشرة دال رجيسني إن عشرة دال يوتيوب قناة كوتشرا علمي أونلاين أكاديمي ودكتين مدة تدوسنا إني هذا هديك سنة سنة لان سو قليني 2017 بين بلوني مانتنا 2023 أو تمانية كورسيس بدن بقى كتيرة كورسيس كاسي و كورس أدي الجامعة ده كاران بيزنس مانجمنت كا يي إيكونوميكس كا أنا قلت لك إني كفاية ديستان أرضي ده وهو يهي سبلمنتري أما كابد سيقو حوجيان كوالتك وحبرا شدو ده سيدو كلانا أي وصولة كشو إني any time anywhere أي ديجي سنكان عشرة ده إن وحكياني باهي إني نو كسو كردينو platform كا إكسامي سكالوغو خاديو لأنه وحوين أرضيه مدداليه هوران لو صوبرتي عشرة ده هلكن أين كل جيسان هنا لو ما تلقن إن أي نقدان ستفسير كقرآن كا يا حديث تلوري كيستو أو دبعا عبادة يقول لوغو طلق علي حتى وحبر عشان هدي عنو قفكو أرضي كل جيسان عشرة ده تفسير حتى عبادة يقول لكيستا عبادة هان أما دوت كل جيستا هلكن عشرة ده نماها كل عبادة وكوي الربيع نتكون شغلتكتو سيد الأديب قيمين طوالا كم مرمى إنه أرتب قيمة وي ما أنت واحد دوني مركا بالغد عشيو الدبي لو سؤال هذا اللي يسوي ويدي وارضى إذا قارك من جاي يسوي ويدي إن هلكن كذا جوابه سؤال هسي وحكم إذا أرضى إذا قارك دو حيويتين سيرتيفيكيتك قارو حيويتين ديكشنيريك قارو حيويتين كالكوليترك قارو حيويتين ريجستريشن في أفرتها سؤالو دانك جوابو أرتيدا قاركود وحيدا سيرتيفيكيت كلا بحينا إياه أما أنو هيرنا سيرتيفيكيت عالمية مطي أمركا سيرتيفيكيت عالمية ماها علمي أونلاين أكاديمي جامعاتنا ماها كوليجنا ماها معهدنا ماها و سيلف ستدي بروجرام لوغو تلقلي أرتيدا إنه يسمح وعيس بره أنا أقول أنك عاويه سيادرتي هذه الشهادة وبعضه عالمية يميل الله كلا تخيدون طبعا نقطه جامعة له وين أتكشى محدد وين أتكشى كل شيء كذا هل قصد واحد كذا الشهادة عالمية كتاسي وين تاول سلطان برضو مهمة معها إن هي شو هذه كل شهادة هكود داري وحد كود داشة يا الله برضو أقوني يرتو شهادة ده نهادة بي اتش دي سيرتو وانا بحبه قرنين بحيث بقى بي اتش دي لطريسة وحكا مهمة ان المسكحة ده هي اقوان مسكحة ده هاتك بحيسة اقوان هات ابلاي كريسو وادوا دي اكزام هاتك شو هاتك وربوري وحرجيني امركا ان السؤال شاسي عنك جوابي ان ليش نيري ما يستعب عليك انا ها ديكشنري قوات سمعان كرتا انت دي امتحان كوكوشرتو بيكو سورة قلتاعي بسيلا كلمات باكو قوات كاتي هدا بستيل وقتي هاي سطور بكوس امتحان كو حينولي انت اكزاميس كينو واتايمد افرتان منت امن لحتان منت وحنو عاسي كوس اي كو ايجي فهدا كلمات دبار بادو دي وقت بتانو كاقلو موا مشكلة مركا سكول داي ينا دمارك تي سيد اخصاو ديك ديكا هدا كلمات قرم ويدو ينا دمارك
sidoo kale calculatorka waa loo goliyay sidaan soo sheegay waxaad balan qaadaysa inaad qashin imtixaanka markaad geliso inaan waxba meel kale ka eegan inaan cid kale kaa caawin inaad adigu si nadiifa oo xalaala uga shaqayso waayo halkani sidaan soo sheegay muhiimaddu maaha inaad sertifika intaad ka qaadato dibidna aad shirkadaha laadka tatalado cilmi online kadib imaan ka soo qaaday shirkada shahaadada no halkani waxa weeye self study wax isbar imtixaanka adigaa iska qaadaya adigaa la rabaa inaad dadaasho adigaa la rabaa inaad anigu waan ku caawinayaa sidaa daraaddeed you can use the calculator you can use the dictionary registration fee ayaa la weydiiyey ma registration fee baa jira maya registration fee ma jiro sidaa la isoo sheegay waa free ayaad isu diiwaan gelinaysaa weliba casharadana si freeya ayaad u daawanaysaa adigoo aan lacagna bixin sida caadigeeda youtube-ka casharadii halkii bay kugu jiraan play unda dibina halkaas waad ka daawan kartaa marka no registration fee looma baa marka waxaan filayaa afartaa su-aalood horta waan ka jawaabay iyadana can I pay in somaliland shilling somaliland waxaa ka jira laba shirkadood edhab iyo sad mobile moneyga ah $10 uguma diri karo waa la ogey maalintii horena runtii maanayn tusin arrintaa kmaan sheegin lakin maanta idii sheegaya you can pay in somaliland shilling waad ku bixin kartaa exchange ratekuna wuu ku yaalla waan tusi doonaa halkaad ka eegayso dad shiin somaliland ku bixinayso laakiin you can pay waad bixin kartaa waad ku diri kartaa waxa kaloo iyadana bushaaro fiicana inaad isii sheego inay jiri doonaan haddii ilaahay ka dhigo fursad 100 arday inay enrolgareyn doonaan ama ay ku biiri doonaan courseskan for free iyagoon wax lacagaa bixin ardayda waan tartan siin doonaa 4 koorsi ku jira ee imika financial accountingka 1 iyo 2-ga ama 4 koorsi hadda aad aragteen 100 arday kiiba 25 arday oo freeya ayaan siin doonaa criteriada aan ku soo xulayo iyo waxyaalaha laga doonayana insha allah waxaa ku sheegi doonaa ogeysiiska dambe intaa markaan ka tagno allahuma salli calaa muxamed marka muhiim waa inuu ardaygii markuu isdiiwaan geliyo waa halka horas qaataa waa laidii sheegi doonaa sida lagu geli doono haddii laaga ka dhiga ama tartankaad uga qayb geli doonto haddaan in yar intuso cilmi online academy halkaas the purpose of my youtube channel cilmi online academy is to assist the somali college university students in getting supplementary lectures in business accounting finance and economics for free meeshani cilmi online academy looma furan ama umaan furin meel aan dhaqaale ka raadinayo that's why aan oran subscribe share garee ee like saar gambareela ka fur ereyadaas weliba iga maqasheen filimaha inaad ka maqasheen marka anigu kumaan talagelin sidaa daraaddeed meeshani maaha business this is not for business number 2 youtube channelka lacag buu bixiyaa waan ogahay laakiin go'aan waxaan ku gaaray inaan ka diiwaan geliyo youtube channelkan soomaaliya kama mid aha meelaha youtube channelku youtube shirkada youtubeku ay ku bixiso lacag waa in badan soomaalidu way leeyihiin channel badan bay leeyihiin soomaalidu laakiin inta badan yurub iyo maraykan iyo meelahaasi ka diiwaan geliya this is not for marka ujeedadu maadaama aanay lacag baahayn waay aan been intaan u sheegaa lilaahdaa waxaan joogaa uk baan joogaa ama yurub baan joogaa sidaa daraaddeed kumaan talagelin arrimahaasna waxaasoo kalaa halka playlistkeena halkaas ogeysiis iyo wargelin waad ujeedaan halkaa waxaan ku talagalay maaha casharo waxaan soo dhigaya fariima si communicationkeenu maaragtay inoogu fududaado marka halkaasaan soo dhigayaa bishan insha allah waxaan rajeynaya inaanay casharo cusub oo aan soo daynaya aan jirin maadaama aan aada ugu mashquulsanahay platformkeena cilmi e-learningka
halkaas aan ku mashquulahay because halkaas aan su'aalaha ka jawaabaya ardaydii baan diiwaangelintoodii waxoodii wixii mushkil la kulma aan kala xiriiraya sidaa daraaddeed waxaan ku mashquulsanahay mana rabo halkaas aan ku mashquulsanahay mana rabo inaan soo dhexgeliyo casharadii casharadii already way noo duuban yihiin labadii koorays ee noo socday waxay noo socday maaragtay financial management tool iyo sidoo kale waxay noo socday principles of marketing tool marka saasaa ardaydu la socon doonta sanadka cusub laftigiisa waxaan ku soo kordhin doonaa koorays kale oo very important ah oo muddo badan badan i weydiinaysay waay intaa markaan ka tago waxa iyadana muhiima maaragtay waxa muhiima inaan idiin sheego masalan masalan akownadaas saadka iyo idaabka iyo kuwa daabshiil afartaas oo aan isticmaali doono hadii ilaahay ka dhigo dhammaantood waxaa ku qoran magaca axmed maxamed cilmi kuma qorno cilmi online academy marka waa inaad saa ogaataa waa laga yaabaa qaarkii inay isladaan maarata markay banka ka tagaan ladhahdaan cilmi online academy maan ku shubaynaa lacagta marka saa ula socdo fadlan dhammaantood axmed maxamed cilmi bay ku qorayn sidaan idii soo sheegay cilmi online academy it's not a university it's not a college it's not institution maarata ma it's a personal way waa si shaqsiyan waxaanu sameeyey allahuma salli cala muxamed waxaan u malaynaya inaan su'aalihiinii ka jawaabay ugu muhiimsanaa insha allah next time ka waxaan samayn doonaa boqolka arday ee aan u ballan qaaday inay ka qayb galaan ama u tartamaan afartaas koorus oo ay si friya u access gareeyaan ardayda waan tartan siinayaa tartan bay geli doonaan ardayga markaa criteriada lagu soo fulayana insha allah xagga dambe aan ka soo sheegi doonaa iyo wixii laydka doonayo maanta insha allah halka haynu ugu joogto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.